إذا متابعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة، بالضبط من الكورنيش ديال المدينة اللي هو مالباطا، والحادث السير اللي هي واحد السير اللي هي خطيرة خطيرة بزاف. واحد السائق متهور يعني كان جاي من هذا الاتجاه، هذا لعبت به الطوموبيل وجا الاتجاه المعاكس ياك، وهنا كاين باركي وكانوا الناس واقفين فوق هذا الربيع. هذا ام معها جوج ديال ولادها صغار، يعني جوج ديال الدراري صغار، ما عرفناش كيفاش وقع له، لعبت به الطوموبيل حتى ضرب جوج ديال الدراري صغار والام ديالهم، واحد توفى هنا في البلاصه، واحد توفى في المستشفى حتى وصل للمستشفى. الام ديالهم في حاله خطيره. اللي كانوا سايقين هاد الطوموبيل هادي هربوا من تحت ديال الباركي، حيت الباركي هذا راه ما خدامش، باقي ما خدمش بصفه نهائيه، هربوا من تحت ديال الباركي. فلا حول ولا قوه الا بالله، الطوموبيل ماشي ديالهم، الطوموبيل ديال الكرا ديال لوكاسيون. وفاش هربوا يعني بقاو الاوراق ديال الطوموبيل فوسط منها. رجال الشرطه اتصلوا بصحاب الوكاله وجاو للعين المكان. فلا حول ولا قوة الا بالله، الانسان ما كيردش البال بصفة نهائية. دابا بسبب السرعة يعني الطوموبيل كان ماشي من هنا وهذا اتجاه المعاكس، لعبت به الطوموبيل، جا ضرب فوق يعني فوق الرصيف وطلع لجهة واحدة اخرى. خلوكم معنا تشوفوا. جا ضرب في هاد النخله هادي، ومن بعد هود من الخندق ديال الباركي، يعني ديال الهبطه ديال الباركي فيها باش هود. الام وجوج ديال ولادها كانوا هنا واقفين يعني فوق الربيع، واقفين هنا ما عرفناش واش كانوا كيشدوا طاكسي ولا شي حاجه. شوفوا البلاصه مين هود. فلا حول ولا قوة الا بالله. وكيف ما سمعت معنا، الام كانت هي وجوج ديال ولادها، واحد توفى في البلاصه قدام الامانه امانته، واحد توفى في المستشفى، والام الحاله ديالها خطيره، حيت راه يعني تشوفوا غير القوه ديال الصدمه ديال هذا الكرياج. هذا راه كرياج راه صحيح وراه قوي، راه تهرس والطوموبيل تسيبت لجهه اخرى. يعني تشوف غير هادشي، تعرف بلي راه الطوموبيل كانت تتمشى بواحد السرعه كبيره. فلا حول ولا قوه الا بالله. كما كتشوفوا سياره ديال الديباناج هابطه باش تهز الطوموبيل اللي تثبت في هذه الحادثه هذه. كيف ما قلنا اللي كانوا سايقين الطوموبيل هربوا من هذا الباركي، هذا ما لحد الان باقي ما لقاوهمش. كما كتشوف يعني الطوموبيل كانت ماشيه بواحد السرعه كبيره، ضرب في هذا الحديد هذا وتهرس.